الميزه كمان في النقاش ده كابتن فاروق ان هو تحس ان عنده شخصيه اللاعب الدولي، يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في شغله مع نادي الزمالك كشخصيه شخصيته تقيله، يعني مش ما تحسش ان هو لعيب خفيف. كابتن فاروق انت عايزين تسوقه؟ لا لا تسوق اللاعب. لا 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 انا بس عايز اقول يعني هو لعيب كويس، بس هو يفضل يستمر ان هو لعيب كويس يعني عشان ما نتكلمش، يستمر ان هو لعيب كويس. لكن هو او غيره الاستمراريه اهم حاجه. انا بجيب ما اقدرش، انا برضك هرجع تاني اقول انا ده المبدا، ما تجيبش واحد اجنبي زي المصري. هو مش زي المصري يا كابتن، هو زي مين المصري اللي زيه؟ طيب يعني محمد حازم امام ما كان واخد فرصه وبيلعب وبيلعب براحته؟ حازم امام حاجه تانية. حازم امام الماتش الاسماعيلي اللي فات هو اللي جايب الهدف. يعني هو اللي جايب الهدف. احنا مش عايزين نبقى يعني مش عايز يبان ان الكلام انا توجيه على حازم، بس حازم لما بيبقى في حاله جيده بيبقى خطير وبيبقى كارت هجومي جيد جدا. بس لعبه يا كابتن مفيش مقارنه. بس هو انا النهارده انا وجود لعيب جامد جنب حازم، ما هو ده بيصب في الاخر في مصلحه الزمالك. لا ده مش هيستنى، هو كان رايح فرنسا وما يعني ما سمحتلوش الظروف.